سلام، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس وكل اموركم هانيه. في هذا الفيديو راح نشارك معكم صفات مهمه تخلي شخصيتك قويه بشكل راقي ومؤثر، يخلي كل الناس يتقربوا منك ويعاملوك معامله خاصه. انا نعتبر كلامي مفيد لكن مش بالسيف، ومش لازم توافقوني الراي. رفدي منو اللي يعجبك وارمي اللي ما يعجبكش. وباش تشجعوني ودعموني ديروا لي اللايك، واللي مازال ما اشتركتش في القناه واش راكي تستناي ازر باش تشتركي في القناه وفعلي جرس التنبيهات. وبلا ما نطولوا نبداو لا فيديو تاعنا. حابه انه شخصيتك تبان قويه وفي نفس الوقت جذابه وتنعكس على تعاملك مع نفسك وتعامل الناس معك، ركزي في النقاط اللي راح نشاركها معكم. الشخصيه القويه اللي نقصدها مش اللي ماشي بعقليه ديما مكشره ومكمشه وجهها وجامي تشوفي الضحكه تاعها، حتى ابتسامه صغيره ما تشوفيهاش على وجهها ورفع خشمها وتشوف الناس بنص عين. هذا الموديل المفروض انه نقارض لانه منفر ومدير للاشمئزاز. التعالي والتكبر اصلا صفه مكروهه في الاسلام وتخلي الانسان مكروه وما عندوش حضور ابدا وبتاتا والبتة. وكل النقاط اللي راح نذكرها تقدري تخدمي عليها وتكتسبيها وتطوري نفسك باش ما تقوليش طبيعتي هكا وما نقدرش نبدلها. هاني نعرفكم. في الاول حابه نقول لكم حاجه مهمه بزاف، الشخصيه القويه ما راحش تفيدك في علاقاتك وصداقاتك وهاد الامور برك. الشخصيه القويه ممكن تبدل حياتك كامل اذا طورتيها وخدمتي عليها صح، راح تنفعك بشكل ما تقدريش تامنيه في خدمتك والعلاقات الاحترافيه. راح تخلي الناس يساعدوك ويفتحوا لك البيبان ويسهلوا لك الطريق باش توصلي لوين حابه بلا ما تطلبي. ملا ركزي معايا مليح وقيسي على روحك او قيسي على شخصيه تعتبريها قدوه لك في القوه. اولا الثقه بالنفس، مستحيل وحده عندها شخصيه قويه ما تكونش عندها ثقه بالنفس. ديما نهضر ونعاود على الثقه بالنفس، راح نعاودها لكم باختصار. ركزي معايا في الفكره اللي راح نشرحها درك وحفريها في مخك. اذا كنتي حابه تمارسي الثقه بالنفس بكل سهوله، ركزي مع الجسم تاعك، الحركات وخزرات عينيك. علاه؟ لانه 80% من الثقه بالنفس تجي من حركات الجسم و20% كلامك. تاكدي انه مستحيل تعطي انطباع بالثقه بالنفس ومستحيل تحسي بالثقه وظهرك معوج، المشيه تاعك مايله لقدام والوقفه تاعك ميته، كتفك هابطين. حابه انه تزيدي شعورك بالثقه بالنفس بضغطه زر كما يقولوا. ركزي في القعده تاعك، الوقفه، المشيه تاعك، وركزي في الشعور تاعك وقتها. حاولي ديما تغذي هاد الشعور. اذا اهتميتي بالجسم تاعك، لاطاي، اللبسه، المظهر تاعك، الثقه فورا راح تزيد. واكيد كل هاد الشيء يجي بالممارسه. نعطيكم حركات تعطي انطباع بالثقه بالنفس. اذا هضرتي مع اي انسان شوفي في عينيه وانت تهضري، اذا هضر معك اسمعي له وعينك متبسمين، ما تشوفيش في الارض، وما تبقايش تلعبي بعينك منا وملهيه، وما تبقايش تشوفي في ناس خلاف. كاين بنات سكانير تبقى تايهه في الناس وتقدر تقول تحفظ فيهم، تشوف اللي رايح واللي جاي. هذا الشيء يعطي انطباع انه الشخص مريض بالناس ويحب يقراج. واش الفائده تاعو؟ ما نعرف، حباتك تهتمي بروحك وخلاص. ثانيا النشاط والطاقة العالية. اسكت تعرفي شخصية قوية وهي ديما باهتة وعيانة والشكل تاعها يفشل، مستحيل تكون هذه. اوكي تعرفي وحدة بردة وعاطلة في كلش، يعني فيها خمول وتكون مؤطرة مديرة الاهتمام، ابدا لا توجد. لخطرش الصفات هذه تعطي انطباع بالضعف، والناس طبعا مستحيل تشوف انه الشخص الضعيف قوي اصلا. لذلك راقبي مستوى النشاط اللي عندك وانت مع الناس، واش قاعده توصلي لهم بكلامك حركاتك. نقول لكم حاجه هنا، الناس تحب الانسان اللي يعطيها احساس بالنشاط والقوه والحيويه، والشخص اللي في حياه ويحب الحياه. علاه؟ باش كيحسوا بالحياه اذا كانوا حاضرين معاه. اما الشخصيه البارده او اللي ديما عيانه او الشخصيه اللي عندها اللامبالاه الزايده، هذه الناس تتهرب منها لانها تستنزف الطاقه تاعهم وتاثر على نظرتهم للحياه بشكل سلبي. من وين تجي القوه من الشخصيه اللي هكا؟ يرحم والديكم. ما تنساوش انه الشخصيه القويه اساسها الجاذبيه، والناس يشوفوها كمثال للقياده والتأطير، وبزاف يشوفوها قدوه ويتبعوها في كلش. نحو النقطه اللي تزيد. ثالثا الكلام القليل وعدم الطرطره. هكا طرطره. اذا كنتي حابه شخصيتك تبان قويه ما تهضريش بزاف، اللي كلامها بزاف وتهضر في كلش وتجادل في كل سجية تطرح وتدخل خشمها في كل حكايه وما تعرفش تسكت، معناه ما عندهاش سيطره. والشخصيه القويه مسيطره كما نعرفوا، اللي تهضر بزاف معناه تغلط بزاف، يعني راح تهضر في الخصوصيات تاعها وراح ترجع مكشوفه وعاديه في نظر الكل.
السكوت المدروس يخلي الناس تحير فيك وتحب تتعرف عليك وتكتشف واش عندك، ويخلي كلامك مهم. اون بليس راح تهضري مور ما تفكري، والكلام اللي راح يخرج منك غالبا عنده معنى. واش تقول القاعده هنا؟ السكوت نصف الهيبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كثر كلامه كثر سخطه، يعني يغلط. ومعروف من الاف السنين قبل ما يتزاد جدي وجدك انه اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. ديما قدري قيمة كلامك وحكاياتك، الشي اللي ما يزيدش فيك ويعلي مقامك ويبرز قوة شخصيتك ومميزاتك. ذكاء، حكمة، خفة الدم، أسلوبك المؤثر، رأيك المهم، ما تقوليش. إذا الناس عرفت واش عندك كل مرة كل مرة كل مرة راح ترجعي عادية كيف كيف الآخرين. احنا حابين أنه نخدمه على القوة، والقوة لازم لها السيطرة. رابعا، التواضع الراقي. مستحيل انسان يكون قوي ومؤثر وهو متكبر، ولا يشوف الناس بنص عين، ولا يقلل من الناس ولا يهين واحد ويقلل من قيمته. التواضع هو اللي يخلي الشخص محترم في عينين الناس. تعاملي مع الناس كامل بالشكل اللي ترضيه لنفسك مهما كانت المكانة تاعك. نشوفوا الملكات والاميرات ديما يحاولوا انهم يبرزوا هذا الجانب في الشخصيه تاعهم ويبانوا متواضعين للناس، لانه هذا الشيء يبين شخصيتهم القويه الواضحه ويعطيهم جاذبية ويخلي الناس يحبوهم أكثر وأكثر. خامسا، الهدوء والتحكم في النفس. الإنسان الهادئ عنده هيبة عجيبة غريبة. الهدوء فيه هيبة، يعطيك هالة ساحرة خاصة بيك انت في كل شيء. كلامك، نبرة صوتك، خزرات عينيك، ضحكتك، ردود أفعالك المتوازنة، الصوت العالي ما عنده حتى فايدة، والانفعالات والعياط والضحكة الهستيرية. أركزوا لي على الضحكة الهستيرية، فيها تفلت وما فيهاش قوة وسيطرة. ديما تفكري انه هاد التصرفات تدل على عدم النضج، وتعطي انطباع انه الشخص خفيف ومش متوازن. وين هي قوة الشخصية في الموضوع؟ مكانش. سادسا، اسلوب الكلام. حابة انه تبدلي حياتك كامل مش شخصيتك برك، طوري اسلوبك في الكلام ديما. تعلمي ديما اسرار الاسلوب المؤثر. كاين بزاف كتب في هذا المجال. ما كاينش شخصيه قويه اسلوبها ضعيف، اللي تتهجم على الناس واللي تدخل في جدال عقيم وتعصب وترفع صوتها، واللي تعطي رايها في حاجه ما تخصهاش، واللي تقاطع الناس، واللي تحب تبين انه واحد ما يفهم من غيرها، واللي كلامها كل تمنشير وغيبه ونميمه وسب وكفر بالله، واللي تسقسي وتدخل في حياة الناس. كل هاد الأمور تدل على الأسلوب الضعيف. ردي بالك منها وعسي روحك. الثقافة الواسعة تعطيك إحساس بالرضا على نفسك وتزيد شعورك بالثقة، لأنه الثقة تزيد كل ما زادت المعرفة تاعك. ترجعي تقدري تفتحي مواضيع وحكايات ممتعة مع أي واحد وتشاركي بالرأي تاعك في مواضيع مختلفة. وتاني، تفتح تفكيرك أنه تتقبلي أفكار الناس واختلافك معاهم، وتخلي عندك مرونة في التعامل مع العقليات المختلفة. واش سر الثقافة الواسعة؟ أقراي. واش يعني الثقافة الواسعة؟ انك تعرفي حاجة مفيدة من كل شيء. على بالك انه كل ما زادت الامور اللي تعرفيها، كل ما زادت جاذبية اسلوبك وكلامك وقوة شخصيتك. هاد شي ساحر فوق ما تخيلو، جربوه وشوفو. اصلا ترجع عندك شخصية مثيرة للاهتمام، ورأيك فيه حكمة وذكاء، عكس الوحدة اللي ما عندهاش ثقافة وما عندهاش معرفة ولا اطلاع. يرجع كلامها ممل ومعاود وما عنده حتى معنى. بتهملوش موضوع الثقافة البنات، خاصة انه مع الانترنت رجعت المعلومة سهلة باش تلقايها. وانتي تخدمي في شغل دار، ديري فيديو ولا سمعي حاجة مفيدة، وانتي في ترانسبور تيليشارجي كتابات. المهم تعلمي كل يوم، لازم تعلمي حاجة جديدة، لازم النسخة تاعك اليوم تكون افضل من النسخة تاعك البارح. سابعا، الايجابية والتفاؤل. ثلاث ارباع السحر والقوة والتأثير في التفاؤل. الناس تحب الشخص السعيد اللي يعطيهم امل في الحياه. ياك القائد ديما يطمن الناس ويعطيهم امل ويحسسهم بالامان باش يكسب الثقه تاعهم. حابه شخصيتك قويه بشكل سلس ومؤطن، ما تكونيش متشائمه وتتوقعي الشر وتركزي عليه ديما. ما يمكنش وحده شخصيتها سلبيه ونهار كامل تشكي وتبكي وتكون قويه، مستحيل ولا حتى بحاجه في الحياه. بالعكس، هاد الشخصية منفرة والناس تهرب منها ومن القاعدة معها، لخطرش تسد النفس كما يقولوا خوتنا المستهروة. الإيجابية والتفاؤل تجيب الممارسة من الشي اللي تخيري تركزي عليه، يعني تقدري تولفي روحك عليها. ثامنا، الأناقة بدون مبالغة وتبذير. أكيد أنه الشكل والأناقة عندها دور في الشخصية والقبول بين الناس، لكن على بالكم واش السر في الأناقة؟
السر اهتمامك بأناقتك والتفاصيل الصغيرة ينعكس على مورالك والثقة تاعك بنفسك. هاد الشي يعطيك جاذبية طاغية لأنه يأثر على الحركة تاعك وأسلوبك. وسر الأناقة كامل في النظافة. شوفي روحك إذا دوشتي وحطيتي رويح الله الله ومشطتي شعرك المكشرد، راح تحسي بواحد الإحساس يخليك تتصرفي بثقة، وهاد الإحساس يوصل للناس على شكل ثقة بالنفس ويخلي لك إطلالة مميزة تبرزك وتبرز شخصيتك بين الناس. أخيرا بدلي تفكيرتك وارمي عليك فكرة أنه لسان طويل والصوت العالي وأنه تتجاوزي حدودك مع الناس وتتكبري عليهم هذه هي القوة. والله هذا شيء خطأ كبير ورح يدمرك، رح تدمر شخصيتك ويقفل كل أبواب التطوير والارتقاء بالنفس اللي ممكن تفتحيها بالذكاء تاعك وفهمك لنفسك وللناس. القوة كامل في الذكاء، والإنسان اللي يعرف كيفاش يوصل قلوب الناس وعقولهم مش الإنسان اللي يهين الناس ويحقرهم حتى يا ربي بخزرة صغيرة. هذا الشيء يقتل قبولك عند الآخرين فوق ما تتخيلي، والشخصية هذه غالبا عندها نقص داخلي ويخرج على شكل هاد التصرفات. وهذا ما كان الاستثمار تاعك في اكتشاف نفسك وتطوير شخصيتك شيء سحري فوق الوصف، راح يغير حياتك كامل اذا ركزتي على اختياراتك وتصرفاتك وفهمتي ابعادها والاثر تاعها عليك والناس اللي دايرين بيك. وكل ما طبقتي النقاط اللي شاركتها معكم اكثر، كل ما طورت شخصيتك ورجعت اقوى وتطبعت هذه الفكره عليك في عقول وقلوب الناس. اكيد هذا الشيء ما راحش يصرى في يوم ولا يومين، لازم تراقبي روحك وتطبقي كل يوم، واكيد لازم وقت. نتمنى انكم استفدتم من هذا الموضوع وعجبكم، خلوا لي رايكم في التعليقات، والى اللقاء نتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله.